خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن إعصار كيار لا يزال نشطا ويتحرك في اتجاه سلطنة عمان مصطحب معه رياحا عاتية. وكتب الزعاق على حسابه في تويتر: إعصار كيار لا يزال نشطا ويتحرك في اتجاه الغرب نحو سواحل سلطنة عمان وجزيرة مصيرة، ويعيش الدرجة الرابعة صاحبا معه رياحا عاتية أمطارا غزيرة، وتغير مسار أمر وارد. وقد أظهر آخر رصد جوي خاص بالإعصار في بحر العرب استمرار تحرك كيار في اتجاه الغرب والشمال الغربي ليقترب تدريجيا من سواحل سلطنة عمان، محافظا على قوته إذ لا يزال يصنف إعصارا من الدرجة الرابعة. تحرك الإعصار حاليا إلى الغرب والشمال الغربي بسرعة 9 كم في الساعة مصحوبا برياح بسرعة 225 كم في الساعة، وضغط جوي وصل في الساعة 11:30 من مساء الاثنين إلى 935 بارا، ويبعد حاليا نحو 550 كيلومتر عن جزيرة مصيرة وفق موقع طقس العرب. وحول تأثيره على سلطنة عمان، نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة توضيحية للمسار المرجح للإعصار، إذ يتوقع أن يمر بمحاذاة سواحل عمان دون أن تعبر عين إعصار كيار أجواء السلطنة. شكرا مشاهدينا.